مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الآن مع الأستاذ محمد كرتي، هو الرئيس الوطني للمنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان. كيدخل على خط السيارات المهملة في شوارع الدار البيضاء، يعني غيعطينا الأستاذ الرأي ديالو، خاصة كنشوفوا أن هذه السيارات المهملة عندها يعني كيف ما كتعرفوا كتولي وكر لعده امور خطيره، وكنتمناو بحال هاد الامور ما تبقاش، خاصه في مدينه الدار البيضاء. كتلقى في كل كارتي ولا كل منطقه كتلقى يعني هاد السيارات المهمله. السلام عليكم استاذ. ورحمه الله. قدم لنا راسك، الاسم مصطفى عفاك على ود المونتاج. محمد كورتي، رئيس المنتدى الوطني للحريات وحقوق الانسان. اولا كنشكركم كجريده شوف تي في على المواكبه ديالكم والتغطيه ديالكم لواحد مجموعه من الاحداث ومن القضايا الوطنيه، سيرتو قضايا ديال الدار البيضاء اللي كتهمنا حنا كاولاد الدار البيضاء جميع. والروبورتاجات اللي كديروا، منها الروبورتاج الاخير ديال الهضبه الخضراء اللي لقى واحد الصدى عند عموم الناس والمسؤولين، وايضا اليوم هذا الموضوع ديال السيارات المهمله هو واحد الموضوع اللي كنتكلموا عليه بزاف وكيتكلموا عليه الناس بزاف، والساكنه ديال الدار البيضاء كتكلم عليه باستمرار وفعاليات المجتمع المدني، بحيث ان هذه السيارات المهمله يعني كتكون في الدروبه وفي الاحياء كتشوه الجماليه ديال الحي، كتلقاي واحد الحي مزيان وفي واحد جريده زوينه يعني واحد ديزابارتومون زوينه وهذا، وكتلقاي فيه واحد السياره ولا جوج مهمله وكاك مسخه وفيها الحشرات الطوبات الى غير ذلك، وبالتالي كتسيء الصوره والجماليه ديال هذاك الحي. ايضا ان هاد السيارات هادو كتلقاي فيهم متشردين كيباتوا فيهم، المتسكعين والمتشردين، وعفوا على هذه الكلمه هذه، لان المتشردين هم المسؤولين اللي يهملوا هاد الناس وخلوهم يباتوا في الشوارع، ولكن حنا عباش الناس تفهمنا مزيان كنقولوا المتسكعين والمتشردين اللي تيبالوا يباتوا في هاد السيارات، وهاد السيارات راه كيوقع فيها المصائب، راه كيوقع فيها شي حوايج لا تصور على البال. ايضا تجار المخدرات راه كاينين اللي كيخزنوا فيها المخدرات ديالهم، يعني كيمشيو يبيعوا بالتقسيط وهذا وكيجيو يهزوا المخدرات ويعاودوا ايضا كثر في هذا الشيء ديال الاغتصاب. انا كنشوفوا الاغتصاب كيوقع ديال الدراري ديال القصيره ديال هذا في هاد السيارات، سيرتو ديك السيارات الكبيره بحال الكات كات وهذا، يعني راه هذيك راه دار محطوطه تم يعني بالحجم ديالها وهذا. ايضا كنشوفوا ان واحد العدد ديال المسؤولين للاسف الشديد كيدوزوا تيمروا على هاد السيارات هادي وما كيعطيوهاش بال، ما كيعطيوهاش قيمه، وكاين شكايات بعض المرات ديال الناس ديال المواطنين ديال الفعاليات، ولكن كتبقى هذيك السيارات تما. ايضا هذا الدور ايضا كنشوفوا ديال المجالس الترابيه، مجلس المدينه، مجالس المقاطعات، السلطات المحليه، هاد السيارات خاصهم يتقطروا، يعني تهزوا يمشيو للمحجز البلدي، ما يبقاوش في هاد الاحياء هادي، وملي يمشيو للمحجز البلدي جا مول السياره انه غيخلص على المحجز، لانه ما يمكنش كيفاش غدير لي مخالفه ديال الاهمال، كيخلص في المحجز البلدي على هذوك الايام، ودي السياره ديالو او تبقى كدوز واحد المده كتباع بالمجال العلني، وبالتالي يعني اللهم تكون المحجز وتدخل مدخول الدوله والصندوق الدوله والجماعه وهذا، ولا تبقى في الشارع العام هي كتسيء الصوره ديال الشارع العام والجماليه ديالو، وايضا كتعرض الناس اللي راه كتعرف هذا الشيء راه كيكونوا فيها المتشردين المتسكعين الاغتصابات التجار المخدرات، واحد العدد ديال الانحرافات اللي كتكون ايضا يعني راه وقعوا حالات اللي ما غنمشيش ليهم بالضبط لان معروفين الاحياء اللي هذا باش ما نمشوش اكثر، ولكن نهضروا في العموميات. حنا كناشدوا المسؤولين ديال الدار البيضاء من مجلس عماله الدار البيضاء المقاطعات يعني المجالس الترابيه السلطات المحليه السلطات الامنيه اللي كيجيبوا جولات في الاحياء وفي الدروبه ان هذه السيارات المهمله ما تبقاش، وحنا كنشوفوا ملي كتكون الزياره ديال جلاله الملك في بعض المناطق كيتهزوا الطوموبيلات وكيمشيو للمحجز، بعض المرات كتلقاي بعض الطوموبيلات كيرجعوا من بعد، وهذه هذا العبات وهذه اللامبالاه والاستهتار بالمواطنين. حنا خصنا نخدموا باستمرار وننظفوا ديال الحياة ديالنا باستمرار، وهاد السيارات ما يبقاوش، علاش غادي يبقاو في الشوارع؟ ما فهمتش انا علاش غادي يبقاو في الشوارع. وايضا الدور حتى ديال العساسه هادوك الحراس لا الليليين لا النهاريين ما يخليوش اي سياره ولا ويبغي يستغل يبات فيها ولا هذا، ولكن راه ملي كيمشي لمحالو كيستغلوها ناس اخرين. يعني مرات كنلقاو ديك السياره مهمله ما عندها حتى شي واحد، يعني صافي الناس نساوها خلاوها تما بقات مرميه، وكيف ما قلتي انها كتخيب الجماليات ديال المنطقه،
عاوتاني كنلقاو كل منطقه في كازا فيها شي سياره مهمله. ضروري ما كاينش شي حي اللي ما تلقايش فيه، وهذا الشيء علاش قلنا خاص يعني تكون واحد الحمله، حمله اليوم على مستوى الدار البيضاء. وما كرهناش ان السيد الوالي سي مهيديه اليوم اللي تيتحرك في الدار البيضاء وهذا يعطيه التعليمات ديالو والتوجيهات ديالو تكون حمله لصعيد جميع الاحياء، جميع الاحياء ديال الدار البيضاء ما تبقاش شي سياره مهمله، لان تيوقعوا فيها الكوارث، راه تيوقعوا فيها المصائب، والمسؤولين راه مسؤولين هذا الشيء اللي كيوقع، اي حاجه تتوقع في هذيك السياره من اغتصاب من الى غير ذلك، راه المسؤولين مسؤولين عليها امام الله وامام القانون، والمسؤوليه ديالهم كتحتم عليهم ينوضوا يخدموا. حنا كفعاليات اللي راه حنا كنشكيو كنتكلموا من خلال المنبر ديالكم الحر، ها حنا كنوجهوا ميساجات، ها الدور ديالنا كنقوموا به، ها الاعلاميين كيقوموا بالدور ديالهم لان كيحسوا بهذه المشاكل والخطوره ديال هذا الشيء، وكيحسوا به المسؤولين، والمسؤولين كيشوفوا وبالتالي ما يحطوش يديهم، خاصهم ينوضوا يخدموا وينوضوا يحيدوا هذه السيارات المهمله من اجل جماليه الحي. الناس راه شارين بارطمات ودايرين هذا ودايرين بفلوسهم، يعني باغيين حي زوين، حي نقي، وراه ما يمكنش واحد السيد ولده جاي من المدرسه ويجروا ليه واحد الطوموبيله يغتصبوا ليه ولا يدير ليه شي مصيبه كحله. راه ما يمكنش ان الدريات كيجيو مثلا مساكن كاين الدريات كيوقعوا مشاكل وهذا، وتيجيو لهذاك الحي وكيجيو في هذيك السياره وتيتعرضوا لاغتصابات، كاين اللي كتحمل تما، كاين الافارقه ايضا اللي ما كيلقاوش فين ينعسوا كيلجؤوا لهذ السيارات، وهذا موضوع اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان المسؤولين كما كنقولوا يكون واحد الاهتمام، يكون اهتمام بهذ الافارقه، يكون اهتمام بهذ الوليدات المتشردين، هذ المتسكعين، يهزوهم في السيارات ديال المساعده الاجتماعيه ديال العمالات ويديهم لهذوك الخيريات، راه الخيريات راه كياخذوا فلوس، كياخذوا دعم صحيح من الدوله باش يجمعوا هذ الوليدات هادو، راه كنشوف ملي كتكون الزياره الملكيه كيضروا يجمعوهم يديهم للخيريه ومن بعد كيعاودوا يطلقوهم، بل اكثر من هذا كتلقاي بعض سيارات الدوله كدور كتوزع هذوك المتشردين على الاحياء. بحال الحي مثلا ديالنا الا ما فيهش المتشردين كيحيدوهم من منطقه اخرى ويجيبوها، هذا تا هو موضوع اخر ان شاء الله يمكن نخدموا عليه، وهذا الشيء اللي كاين استاذه، وتحيه طيبه وتبارك الله عليكم. شكرا لك استاذ. مشاهدي قناة شوف تيفي كنا مع الأستاذ محمد كورتي الرئيس الوطني للمنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان اللي دخل على خط السيارات المهملة في شوارع الدار البيضاء. صراحة خاص الدار حل بحال هاد السيارات وما بقاوش نشوفوهم في الشوارع حيت كتولي وكر لعدة أمور خطيرة، كيف ما قال الأستاذ الاغتصاب والمخدرات، ولا يعني كنزيدو نشجعوا هاد الوليدات وكنعطيهم بلايص فين يجلسوا. وعاد نقطة أخرى أن الجمالية ديال مدينة الدار البيضاء كتبقاش بسبب هاد السيارات، وفي كل حي كنلقاو سيارة مهملة. شكرا لك استاذ، وكنتمنوا المسؤولين انهم يكونوا مسؤولين فعلا، وكل مسؤول يكون مقاد بالمنطقه ديالو كيقدر، غادي نلقاو كاع المناطق في مدينه الدار البيضاء باحسن حله ان شاء الله. شكرا لك استاذ مره اخرى، وشكرا لكم حتى انتم مشاهدينا اللي تابعتونا من خلال هذا المباشر. نتلاقاوكم في بث مباشر اخر، موضوع اخر. بالسلامه عليكم ونهاركم.